تاكسي وحافلة بلا سائق لكل منهما، وروبوت متطور ينافس البشر بأعمالهم. أهلا بكم في عالم إيلون ماسك الجديد الذي استعرضه في مؤتمر بتاريخ 10 أكتوبر. أولى المنتجات الجديدة تاكسي روبوت من تسلا بلا سائق وبدون إشراف على القيادة، فقط ضع وجهتك ثم استقل المركبة ومارس ما تريد من مهام ولا تقلق من الطريق. إنها سيارة الأجرة سايبر كاب، سعرها سيكون أقل من 30,000 دولار وستكون جاهزة للبيع التجاري بحلول عام 2026. هناك أيضا روب فان بسعة 20 راكبا، وهي مركبة بلا سائق أيضا من تسلا. يقول ماسك إنها مركبة أعادت مفهوم النقل الجماعي، كما استعرض زيا جديدا لرواد الفضاء. وأخيرا قدم للحاضرين نموذجا متطورا من روبوت تسلا المسمى أوبتيموس، الشبيه بالبشر وينافسهم في أعمالهم سواء داخل العمل أو في منازلهم. لكن السيء هنا أن إيلون ماسك يتمتع بسجل حافل من تجاوز الجداول الزمنية، ففي 2019 قال إن شوارع العالم ستشهد وجود 1,000,000 سيارة أجرة آلية بحلول عام 2020، لكن حتى اليوم فهذه السيارة غير موجودة مطلقاً.